مشاهدي قنوات ميديان تي في على مواقع التواصل الاجتماعي، اهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الرياضي شبه اليومي من الاثنين للجمعه، برنامج دي جي سبور اللي كتناولوا فيه قضايا رياضيه محليه قاريه ودوليه وفي رياضات مختلفه. موضوعنا اليوم غيكون حول رياضه الفوتسال والمشاركه المغربيه في كاس العالم المقامه حاليا في اوزباكستان. المنتخب المغربي اللي تجاوز الدور الاول بنجاح رغم بعض علامات الاستفهام في بعض المباريات، إلا أنه اليوم يعني يواصل تحضيراته لمواجهة منتخب إيران في الدور ثم النهائي النسخة 10 من كأس العالم الفوتسال. هذه المواجهة وتفاصيل أخرى غنتكلموا عليها مع ضيفنا لحلقة اليوم سي محمد الصمدي الصحفي الرياضي ورئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بمدينة طنجة. سي محمد أهلا بك. مرحبا بك سيد عبد الله، تحية لك وتحية كذلك للطاقم التقني المرافق لك ضمن هذه التغطية الإعلامية لفعاليات مونديال خاص بالفوتسال. أهلا بك سيد محمد. كيف ما قلنا موضوعنا اليوم هو الفوتسال المغربي، المنتخب الوطني المشارك للمرة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة المقامة حاليا في أوزبكستان. بداية سيد محمد، كيف تعلق على مسار المنتخب المغربي في هذه البطولة العالمية؟ ثلاثة مباريات، انتصاران وهزيمة مع بطل العالم منتخب البرتغال. عموما كيف تقيم هذا الدور الأول للمنتخب المغربي قبل أن نتكلم عن مباراة المغرب وإيران؟ وطيب، قبل أن نقوم بتقييم أو بقراءة لفعاليات اللقاء الثلاث التي خاضها المنتخب الوطني المغربي للفوتسال في هذا المونديال، لابد أن نعود إلى مجموعة من التصريحات التي أدلى بها المدرب وهو في طريق رحلته إلى المونديال. بطبيعة الحال كان هناك التأكيد على أن رحلة بتركيبة بشرية بطبيعة الحال ينقصها شيئا ما، لأن من خلال الإصابات بعض اللاعبين ربما كانت هناك غيابات، وبالتالي انطلاقا من هذا التصريح كنا نعي جيدا على أن المنتخب الوطني المغربي قد يعرف واحد مجموعة ديال الصعوبات في اللقاء الثلاث الأولى. أعتقد على أن ما ظهر به المنتخب الوطني المغربي خلال هذه اللقاءات ترك وخلف مجموعة من ردود الفعل متباينة، وهذا حق مشروع كيبقى للمتتبع للجمهور للمغاربة جميعا، لأنه كما نقول دائما حينما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني المغربي النقاش يكون من طرف وهو مباح من طرف كل المواطنين المغاربة. نعم. وبالتالي على أن هذه اللقاءات أو تقييمنا عفوا ينطلق مما عشناه مع هذا المنتخب الوطني المغربي في جوج ديال كأس إفريقيا السابقة، كذلك كأس العالم السابقة، كذلك مجموعة من اللقاءات الحبية التي خاضها مع منتخبات اللي هي عالمية وحقق فيها نتائج اللي هي جد إيجابية، وبالتالي ما زالت تلك الصورة التي ظهر بها المنتخب الوطني المغربي راسخة في أذهاننا في عقولنا. نعم. وهي حاضرة كذلك حتى في تحليلاتنا وتقييماتنا. أنا أعتقد على أن المنتخب الوطني المغربي خاض كل لقاء بمجموعة من الخصوصيات بمجموعة من المعطيات، انطلاقا من المقابلة الأولى أمام طاجيكستان، ولا يمكن بطبيعة الحال أن نحط من قيمة هذا المنتخب، ونعرف على أن هذه الدول ذهبت بعيدا على مستوى تكوين منتخبات في الفوتسال، مرورا كذلك بمقابلة البنما التي هي الأخرى عرفت على مجموعة ديال الصعاب اللي كانت في لحظات معينة من المقابلة. ولكن أنا أعتقد في المقابلة الثالثة أمام البرتغال ربما، وأتمنى أن أكون ربما صادقا في اعتقادي على أنه الناخب الوطني التجأ إلى الحيل، ونحن نعرف على أنه مثل هذه المباريات تتحكم فيها الحيل، تتحكم فيها القراءات. لم يريد بطبيعة الحال أن يلعب الكل في هذه المقابلة التي كانت أمام البرتغال وهو بطل العالم في النسخة اللي هي السابقة، ولكن لعب باختصار كبير ولعب باقتصاد اللي هو كبير، على أساس ربما أن يعود بعض اللاعبين المصابين، على أساس بطبيعة الحال أن يلملم قواه المنتخب الوطني المغربي، على أساس كذلك أن يظهر
للخصم وهو إيران الآن، بأن هذا المنتخب هو حاضر ليس من المنتخبات المؤهلة بالنسبة المئوية كبيرة للذهاب بعيدا، ربما تحكمت بعض الحيل وبعد ما يسمى بالمكر التقني عند غير في هذه النقطة. المدربين زميلي. في هذه النقطة بالضبط السي محمد، هو أنه باش تكون الأمور واضحة، هو حتى يعني هذه المجموعة هي من أصعب المجموعات في كأس العالم بأوزبكستان. السبب هو أن فيها ثلاثة ديال المنتخبات هي أبطال في قاراتهم، المنتخب المغربي بطل إفريقيا، منتخب بنما هو بطل الكونكاكاف، منتخب البرتغال بطل أوروبا بطل العالم، وطاجيكستان هو منتخب قوي صاعد في المنطقة في القارة الآسيوية. بالتالي هذه المجموعة هي مجموعة صعبة في الأساس، ولكن عموما يعني الصورة اللي عند المتتبع المغربي أو المشاهد المغربي للمنتخب المغربي اللي هو سيد البطولة الإفريقية 2016 بطل، 2020 بطل، 2024 بطل، أيضا على المستوى العربي ثلاثة نسخ متتالية كأس القارات بدورها توج بها المنتخب المغربي، وبالمناسبة كان تتوج على حساب منتخب إيران. بالتالي هذه الصورة اللي خدينا على المنتخب المغربي تفاجأنا ربما، أو المشاهد المغربي تفاجأ بأن المنتخب المغربي لم يكن مقنعا، وإن كان لحد الآن المنتخب المغربي في أول مرة يفوز المباراة الأولى المباراة الثانية وتأهل الدور الثاني. فهذه النقطة بالضبط السي محمد، هناك بعض النقاش اللي يثار بأنه هذه الإصابات اللي ربما حدثت للمنتخب المغربي، اللاعب البقالي جواد، أيضا لاعب أمزال اللي تصاب في المباراة، الإدريسي اللي أصيب بكسر، هناك من يقول بأن ربما المنتخب المغربي وقع في خطأ، هو أنه حضر جيدا لهذه النسخة من كأس العالم، 11 مباريات ودية من شهر 7 وشهر 8 حتى المونديال، وأيضا مباراة هناك في أوزبكستان مع منتخب أفغانستان. ربما يعني المنتخب المغربي وصل لكأس العالم وهو متعب، هكذا يقال، ما رأيك سي محمد؟ وهو بالفعل، لأنه بطبيعة الحال في بعض الأحيان ربما قد يكون برنامج الاستعدادات هو برنامج اللي هو متعب جدا. نحن نعرف على أنه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا تقول لا للناخب الوطني هشام الدكي، فكلما جاء ببرنامج إلا وتصفق له إلا وتطبقه بحذافيره على كافة الوجهات والمستويات. فعلا هو المنتخب الوطني المغربي خاض مجموعة من اللقاءات، مجموعة من المقابلات ربما أنهكت قواه، وربما كذلك كانت هذا هو السبب وراء إصابة واحد المجموعة ديال اللاعبين. وبالتالي على أنه كما قلت في السابق وأنت أشرت إلى ذلك العرض كرونولوجي للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على الصعيد الإفريقي، على الصعيد القاري، على الصعيد الدولي بصفة عامة لهذا المنتخب، وبالتالي نحن كمتتبعين لهذا المنتخب لا نريد ولا نرغب ولا نقبل إطلاقا أن يظهر المنتخب الوطني المغربي بهذه الصورة التي ظهر بها. هي ليست صورة اللي هي سيئة، ولكن وقفنا عند حد واحد مجموعة ديال الصعوبات كانت أثناء المقابلات الثلاث التي خاضها المنتخب الوطني المغربي في هذا المونديال. ولكن ربما شيئا ما، لأنه هشام بكي أنه نقر بالإنجازات الكبيرة التي حققها، هو من المدربين الكبار على الصعيد العالمي الآن في هذا الاختصاص، ولكن كان دائما في تصريحاته يقول على أنه يتوفر على 20 لاعبا، كل لاعب يشبه اللاعب الآخر. وبالتالي الآن شفنا في ظل الغيابات في ظل كذلك الإصابات ووقع خصص لهذا المنتخب على مستوى التركيبة البشرية. أنا أعتقد على أنه مثل هذه المحطات هي مجموعة من الدروس، وعالم التدريب هو عالم يمكن للمدرب أن يستفيد منه بشكل كبير، ولكن هذا لا ننقص الآن من حضور المنتخب الوطني المغربي. لنا أمل كبير ولنا اعتقاد كبير على أن المنتخب الوطني المغربي قد يذهب بعيدا في هذه المحطة، رغم ما عاشه من خسائر، رغم الصعوبات التي واجهها في اللقاءات الثلاث. نعم. الآن نعم. سيواجه إيران بنفس العزيمة. وأنا تابعت هذا الصباح مجموعة من التصريحات ديال لاعبي المنتخب الوطني المغربي، أنهم كلهم أمل، كلهم طموح، يؤكدون على أنه المقابلة قد تكون لصالح المنتخب الوطني المغربي، وهو يعرف جيدا. نعم نعم. بالإضافة إلى التصريحات ديال المدرب الإيران التي فيها واحد المجموعة ديال التعبيرات تدل على أن هناك تخوف كبير من المنتخب الوطني المغربي. أنا أعتقد أن محمد، سمحتي سي محمد في هذه النقطة بالضبط، لأن إلى رجعتي لتصريحات ديال يوم أمس ديال مدرب منتخب إيران، قال بأن هناك المنتخب الفرنسي لم يريد أن يواجه المنتخب المغربي، يعني
إذا صح التعبير، يعني أراد أن يخسر أمام إيران لكي لا يواجه المنتخب المغربي. وحتى هناك الصحافة الفرنسية تكلمت كثيرا حول هذا الموضوع وقالت بأن هناك شبهة التلاعب بالمباراة، ورغم ذلك الفيفا لم تتدخل، لأنه في نهاية المطاف منتخب إيران هو منتخب قوي، رغم أنه منتخب فرنسا في بعض اللحظات ظهر وكأنه لا يريد اللعب، كان يريد أن ينهزم ولا أن يفوز على المنتخب الفرنسي، لأنه لو على المنتخب الإيراني، لأنه لو فاز على إيران كان سيواجه المنتخب المغربي، المنتخب المغربي الذي أصبح بعبع لمنتخبات كثيرة سي محمد، منتخب مخيف. وهذا التصريح صراحة كان قالوا القنوات ميديان تي في قبل أسابيع الناخب الوطني هشام دقيق، قال بأن المنتخب المغربي اليوم لم يعد منتخبا مجهولا، هو اليوم منتخب معروف لكل المنتخبات، واي منتخب سيواجه المنتخب المغربي يحضر جيدا، وهذا ما حدث صراحه، وهذا الشيء اللي حسنا في هذه المباريات. نرجعوا لمباراه الغد سي محمد، مباراه المغرب وايران في الدور الثمن النهائي، منتخب ايران اللي واجهناه اول مره في كاس العالم في 2012 وكان فاز علينا، واجهنا ايضا في دور المجموعات 2016 وفاز علينا، ولكن اخر مواجهه بين المنتخبين كانت في كاس القارات في المباراه النهائيه في شهر 9 2022، وكان المنتخب المغربي فاز باللقب على حساب منتخب ايران. اليوم واجه ربما بطبع مختلف كاس العالم منتخب ايران اللي تالق في المجموعه ديالو وحقق العلامه الكامله، المنتخب المغربي العائد من هزيمه ربما ما نقولش محبطه ولكن نقول ربما ما كناش كنتوقعوها بديك السيناريو مع منتخب البرتغال اللي هو قوه ضاربه في يعني في الفوتسال العالمي، هو بطل العالم هو بطل اوروبا وعنده منتخب قوي. كيف كتشوف وجهه الغد سي محمد؟ وانا اعتقد ولكن عطفا لما قلته لا فرنسا تريد ان تتجنب المنتخب الوطني المغربي، والمنتخب المغربي هو الاخر، وانا اشرت في البدايه على انه اتجه الى مجموعه من الحيل، لا يمكن ان نكشف ماذا يوجد في عقل المدرب دقيق، ولكن يتضح على انه لكل منتخب حساباته، لكل منتخب قراءته، لكل منتخب يريد بطبيعه الحال ان يستمر في مثل هذه المحطات على اساس ربما ان يستعمل بعض الذكاء. اعتقد هذا شيء اللي هو عادي وعادي جدا. فيما يخص مقابله ديال ايران، اكيد على انه في السابق حينما كنا نخوض لقاء ضد ايران، ايران كانت تنتصر علينا، ولكن مؤخرا لانه حتى نتائج المنتخب الوطني المغربي للفوتسال جاءت بالتدريج، راه عن طريق الممر الافريقي ثم الممر القاري ثم مجموعه من اللقاءات الحبيه مع منتخبات قويه، وخصوصا على انه حينما بدا يواجه البرازيل ويواجه كوبا ويواجه واحد المجموعه ديال المنتخبات اللي هي القويه، فرنسا مجموعه واسبانيا، واسبانيا نزمت هذا اليوم، هل يمكن ان نقول بان المنتخب الاسباني هو منتخب غير جاهز؟ سبق هذا هو منطق الكره، ولكن المنتخب الوطني المغربي يسير في ايقاع تصاعدي رغم ما يعيشه من مصاعب بين قوسين، لان هذه المصاعب التي يعيشها والصعوبات التي يعيشها المنتخب الوطني المغربي اضعوا عليها واحد المجموعه ديال علامات استفهام، لانه الدقيق من الان ما غيبقاش يعتمد على ما هو تقني، على ما هو تقني وعلى ما هو بدني، ولكن سيستعمل كذلك بعض الحيل، يمكن ان يخلط الاوراق للخصوم، يمكن واحد المجموعه ديال الاشياء. كما قلت على ان المنتخب المقابله امام المنتخب الايراني لن تكون سهله اطلاقا، ولكن ستؤخذ بما اوتي المنتخب الوطني المغربي من قوه، بذكاء، ببدنيه، بتقنيه، بكل المسائل الوسائل المستعمله في لقاءات معينه. انا اعتقد نعم. على ان المنتخب الوطني المغربي قد يخرج منتصرا في هذه المقابله، لان نعم. الخصم هو متخوف كثيرا من المنتخب الوطني نعم. المغربي، رغم أكيد. على أن الأوراق التي دار بها دكي كانت مختلطة ولا تعطي حقيقة هذا المنتخب. بالفعل سي محمد، غير ما ننساش حق دي بأن المنتخب المغربي عنده 14 في اللائحة، 3 حراس المرمى، 11 لاعبين، الإدريسي أصيب، أيضا اللاعب أمزال مصاب، فبالتالي الأوراق ربما بعثرت لدى المدرب هشام ديك، ولكن المنتخب المغربي كله صراحة إيمان بقدرته على تجاوز منتخب إيران، وتكرر على الأقل إنجاز ما حققه في النسخة الماضية والتأهل لربع النهائي. هناك لاعبين متميزين، هناك العميد المسرار الشعراوي، أيضا لاعب رئيس فني، وكلهم لاعبين متميزين قادرين على تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة منتخب إيران، أحد القوى التقليدية في الفوتسال العالمي. سي محمد الصمدي، شكرا جزيلا لك على هذا المرور معنا في برنامج دي جي سبور. شكرا سيدي عبد الله. شكرا لك، شكرا لكم مشاهدينا على متابعتنا في حلقة اليوم من دي جي سبور، البرنامج اللي يبث من الاثنين الى الجمعة على قنوات او على مواقع التواصل الاجتماعي لقنوات ميديا تي في. شكرا لكم على طيب المتابعة، في امان الله.